وهو يستعرض انجازات الاهلي، بطولات الاهلي، والله مبادئ الاهلي، مبادئ الاهلي ومواقف الاهلي تكفي عن اي كلام عند اي تحدي. هو بيلجأ لها، وده السلاح اللي تستلهم منه الخطواتك في وقمات. انت بتستند اللي معكش حد، يعني معكش حد، معكش حد، اه خلاص المسألة واضحة، هي حواليك، يعني انت معكش حد، فانت معاك انك تبقى بتتصرف عدل، يحتار عدوك فيك. ايوه. نمرة اتنين، بتتسلح انك تلجأ لحاجتين مهمين جدا، قيمك وتقاليدك ثم جماهيرك. ايوه. انا ليه بقول ثم جماهيرك مش جماهيرك وبعدين قيمك وتقاليدك؟ لان احيانا يبدو تصرفاتك غير مفهومة لقطاع من الجماهير، تبتدي تعاتبك على مواقف تعتذر عنها بعدين لما يثبت يعني فلسفة الموقف اللي انت كنت واخده. فانا بقول ان ما عندكش غير كده، تاريخك تستلهم منه موقفك في الأزمات، من ضمن الأزمات انك تبقى بتتعرض لأزمة فنية او لأزمة نتائج او أزمة عدم توفيق، هتعمل ايه؟ انا بقول ما عندكش غير انك تستند الى ثقتك في انك اعمل اللي عليك، خد بالاسباب وربنا هيكافئك في الاخر حتى لو ان حدث بعض التعثر. وده اللي انا عايز اقوله لشبابنا ولولادنا، يا جماعه خليكم يعني عنصر داعم فعلا يا جماعه. الكلام انت متخيل ان انت لو داخل امتحان وما حققتش فيه النتيجه اللي باباك عايزها، والدتك عايزاها، او ولي امرك، وبعدين قاعد يوبخ فيك، دي بتعمل فيك ايه؟ ده احنا بنشوف افلام يقول لك يعني اصل هو صغير بيبرروا له تصرفاته اللي اخطا فيها اما كبر، كانوا يزعقوا له وكانوا بيأنبوه وكانوا بيسحبوا منه الثقه، فما بالك وانت عايش هذا التذبذب بين الاشاده والنقد المستمر. ونقد ايه؟ نقد انك انت مفيش اتنين تلاته متفقين على، وده طبيعي لان ده وجهه نظرك. أيوة. بس للاسف الشديد كان زمان وجهه نظرنا بنقولها في قعداتنا الخاصه، دلوقتي بقت في مواجهه المجتمع اللي احيانا تستخدم ضدك. صدقني كل كلمه بتقولها مش طيبه على ناديك او على لعيب معين، هياتي وقت يستند اليها في الهجوم على ناديك من اللي انت رايح بقى ايه تناقشه كمنافس. كفايه بقى نستعرض قدرتنا واحنا قاعدين في بيوتنا مع التليفونات بتاعتنا ان احنا نقدر نقول ونقدر نكون اصحاب وجهه نظر. ايوه 100% انت حقك انك تكون صاحب وجهه نظر، بس في العام في المطلق لا. يعني انا شايف ان التحفيل ثم التاويل، انك انت تاخد من كلام الناس وتاخده في غير سياقه عشان تعمل ازمه، الاثنين دول مش كويسين في شان لا الحياه المجتمعيه. هو في بيت يا استاذ ابراهيم او ما فيهوش جار زملكاوي وجار اهلاوي، وحتى في الاسره الواحده دلوقتي الدنيا بقت كده، وحتى زائد اتسعت بقت بتشجع اوروبا فريق اجنبي على مع فرقتك. هل ده حياه ان احنا نبقى قاعدين كل يوم كل واحد فينا شايل هم التاني هيقول له ايه لو خسر؟ صحيح. هي دي حياه؟ لا هو طبعا. ده الهدف من الرياضه؟ هي دي متعه الرياضه؟ قطعا مش متعه الرياضه. متعه الرياضه ان انا ابذل جهدي وربنا يكافئني عشان اروح بقى ايه منتصر على نفسي ورايح للي خسران هارد لاك دوختني والبليد يعني ما كانش الماتش سهل، انا ربنا وفقني، ما كفايه شعوري ان انا كسبان، ما طبطب على الخسران اللي قدام. انما ابقى نازلين وجماهيرنا قاعده في القهاوي مستنيه تغيظ بعض بايه النهارده؟ وبعدين ما حدش بيكسب على طول، ما حدش بيخسر على طول، وادينا شفنا اهو في خلال 15 كرة. يوم الدنيا بتتغير. كوره. نتمنى لسعاده هذا الشعب ان الاهلي والزمالك ربنا الاثنين يوفقهم ويتاهلوا للادوار القادمه ان شاء الله. طيب الاهلي قدم مباراه جيده في الكونغو، كان ممكن جدا يحسم هذه المباراه بفوز مريح، اهدار الفرص السهله
ظاهرة سلبية جدا تحتاج لعلاج ولا توقف فوري عندها، في أخطاء مؤكد بتؤدي إلى هذه أو هذا الإهدار السهل للفرص الثمينة اللي ما بتتكررش كتير، وما اعرفش كما لو كانت هي قاعده فعلا. على فكره اهدار الفرص ضيع كتير تستقبل كما لو كنت بتعاقب. اي هي كده، بتفضل تضيع تضيع، لازما تبقى عارف انه الكره هتغضب عليك. خلي بالك انك انت دي بتفسر اهدار الفرص كتير معناه انك بتوصل لجون كتير. بالظبط، في الماتش اللي بتعرف تستغل الفرص بكفاءه بتعمل هيفي سكور، زي ما شفنا قدام بتروجيت، زي ما شفنا قدام سيمبا، الماتشات اللي بتهدر فرص تباعا تتعرض لبعض الهزائم الغير منطقية يعني. عشان كده يمكن مباراة كينشاسا فيها 3-4 دروس مهمين هنقف عندهم بالتأكيد ونحاول نتأملهم بما يمكن الاستفادة منه، لكن خلينا في الأول نشوف تقرير عن السوشيال ميديا كيف رأت جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا هذه الهزيمة العارضة اللي مطلوب تفاديها سريعا. رغم تأثر جماهير الأهلي بالخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق في كينشاسا، إلا أن صفحات التواصل الاجتماعي لم تخلو من التعليقات المتزنة والمتفائلة بقدرة الفريق على التأهل إلى دور الثمانية. هكذا هو حال سواد الأعظم من جماهير الأهلي، تنظر دوما للجانب المضيء وتثق أن فارسها يأتي في الموعد ليعيد وضع الأمور في نصابها الصحيح. في هذا الإطار كتب جروب معا لرفعة الأهلي: الموضوع ببساطة إن التأهل تأجل للسبت القادم. وكتب جروب الأهلاوي الواعي في نفس الاتجاه: مباراة وعدت، الصعود بأيدي الأهلي، معك يا أهلي. أما الكاتب الصحفي حامد عز الدين فتعجب من سوء حظ الفريق وعبر عن ذلك بالكتابة في نفس الجروب: خسارة غير مستحقة بسوء حظ عجيب، قدر الله ما شاء فعل. وتبدأ دعوات التفاؤل من جروب أبناء التتش: رسالة لكل أهلاوي متشائم، المواقف الصعبة هي اللي بتصنع الأمجاد، ارفع راسك انت أهلاوي. تمتد حالة التفاؤل إلى جروب صوت الأهلاوية: إن شاء الله الفوز بأي نتيجة على الثورة الجزائري، نتأهل أول المجموعة، تفاءلوا بالخير تجدوه. ويتناغم معه جروب مع الأهلي دائما وأبدا: المستحيل ليس أهلاوي، هنكسب ونتصدر ونصعد، ما عنديش شك 1%. ويكمل جروب عائلة الأهلي العزف: لا تنسوا أن نجوم الأهلي أصحاب الحسم في الأوقات الحرجة والدقائق الأخيرة. تتخطى جماهير الأهلي لقاء فيتا إلى لقاء الحسم، فيكتب جروب حلم الأهلوية: كل الدعم للأهلي، ولو شايف بتجريحك في المدرب واللاعبين إنك أهلاوي تبقى غلطان. يبدأ استنفار الجماهير من جروب عشاق الأهلي: جمهور الأهلي ده حماه، معك يا أهلي، الفريق محتاج جماهيره اللي بترجعه في الدقيقة 90. ويرد عليه جروب أهلاوي وأفتخر: عاوزين 10,000 مقاتل أهلاوي يوم السبت في برج العرب، التشجيع للأهلي فقط، عاوزينكم تزلزلوا الاستاد. ويختم جروب نادي المبادئ والقيم برسالة داعمة ومحفزة للأوروغوياني لاسارتي: 3 ماتشات تكسبهم الشهر ده يساوي تصدر الدوري والتأهل لدور الثمانية، كل الدعم مستر لاسارتي. على تويتر تؤكد الفنانة ندى بسيوني ثقتها في الفريق فتكتب: بلاش نقسو على الفريق، ما زالت حظوظنا جيدة في تخطي عقبة المجموعات، كلنا ثقة في الفريق بإذن الله. أما المعلق الكروي الأكواليني فكتب: قدر الله وما شاء فعل، والمباراة القادمة أمام الشبيب الجزائري حاسمة وفاصلة. وأخيرا كتب زكريا ناصف بحس لاعب ارتدى الفانيلا الحمراء: مش قلقان من هزيمة الأهلي، الأهلي متعود على الضغوط والتحديات، حقا المستحيل ليس أهلاوي، وإن لناظره قريب. وإن السبت لقريب، إن شاء الله تعالى السبت قريب،
وان شاء الله تعالى جمهور الاهلي حسب العدد اللي هيتم السماح به باذن الله اللي عن 10,000 ان شاء الله خلال اليومين الجايين، وقت ما تتوصل اداره النادي لموافقه من الجهات الامنيه على اي زياده هيتم طرحها واعلانها باذن الله، علشان تكون مدرجات الاهلي كلها محتشده بهذا اللاعب المهم جدا في دعم الفريق، لانه فعلا هذه المباراه مباراه مفصليه، الفوز بيها يخليك تتصدر المجموعه وتصعد دون النظر لاي باذن الله تعالى. الناحيه الفنيه الاهلي قدها وقدود، الفريق الجزائري جيد جدا، بس من امتى كان الاهلي في حاجه صعبه عليه؟ وقت ما يكون متحلي بهذه الاراده القويه جدا وروح الفانيلا الحمراء بكل ما فيها من معاني الانضباط، التركيز، التوكل على الله، الاصرار على المكسب، التحلي بالفنيه والسلوكيه في الملعب، ساعتها مفيش مباراه هتكون صعبه على الاهلي وجمهوره في ظهره يا باشمهندس. يا رب نوفق، ويا رب باذن الله يعني يكون المسؤولين شايفين رؤيه تسمح بان يحصل كثافه جماهيريه اكبر من كده، وانا متاكد ان جمهورنا هيكون عنده حسن الظن باذن الله، واليوم هيعدي عني يعني يا رب باذن الله تعالى. مباراه كينشاسا كان فيها اخطاء، الناس ما ادركتش ان المباراه 90 دقيقه، فرص كتيره ضاعت، ولما بتضيع بتستقبل، ولما بتستقبل للاسف بتستقبل في الدقيقه 86، يعني باقي 3 4 دقائق على نهايه المباراه حيث لا يمكن التعويض. ده الدرس الكبير جدا. المباراه مدتها 90 دقيقه، التركيز الكامل في كل وقت المباراه، ثانيا كل ما يتاح ويلاح من فرص مطلوب المزيد من التركيز في استغلاله، لانه فعلا غياب التركيز مع بعض الاخطاء اللي موجوده هي اللي بتضيع الفرص. مؤكد بس الايام يا استاذ ابراهيم، في ايام كده تحس، واخد بالك، ان اليوم مش ماشي معاك. امبارح اليوم ما كانش ماشي معايا. صاحي بدري ورايا مشوار لازم اعمله قبل ما اتوجه اعمل حاجه، السكه مقفوله زي الضمنه، العربيه تتخبط، اروح المشوار وارجع محتاج بسرعه الحق اوصل معاد تاني، اروح نازل منزل غلط اتوه. يعني مش يومك اليوم مش عايز. انا بعمل ايه؟ عايز اعمل الصح، يعني كل شده حرصي على الصح غلطتني لما تلاقي كده لف ورا وتوهتني وخلتني العربيه خبطت يعني في ايام كده، وفي ايام تبص تلاقي اليوم سهل سموز وبيبتسم لك. نرجو ان يوم السبت يبتسم لنا باذن الله.